السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. هبتديها وانا بخاطب جماهير اهلي جده السعودي المره دي. يعني انا عارف ان في ازمه لدى جماهير النادي الاهلي المصري تجاه النادي الاهلي السعودي اللي شارك او ساهم في فكره ان عبد الله السعيد او الاخلال بالاتفاق اللي كان مبرم بين الاهلي واهلي جده وعبد الله السعيد ان هو ما يلعبش في مصر الا اذا دفع شرط 2 مليون دولار، وحصل موضوع الفسخ والقصه دي كلها. فاكيد جزء من جماهير النادي الاهلي المصري شايفين ان ده ربما يكون عقاب يستحقوا فريق اهلي جدة السعودي، حقهم، ناس بتشجع ناديها وشايفة ان نادي اهلي جدة السعودي للأسف يعني في ضغوط معينة نقدر نقول ساعد عبد الله السعيد انه يحاول يفلت من الشروط اللي كانت موضوعة في العقد الثلاثي. ولكن انا اروح لنقطة تانية خالص، هي فكرة ان النادي الاهلي جدة السعودي اول مرة يهبط في تاريخه، تبقى تقريبا نادي الهلال، النصر، الاتحاد. في موقف زي ده لو حصل عندنا هنا في مصر بلا تردد يعني يا اما يتم حل الاتحاد، حل مجلس ادارة النادي، يا اما يتم الغاء الهبوط. حصلت مع انديه شعبيه تم الغاء الهبوط في سنه من السنوات، حصلت مع نادي الزمالك اللي كان ذكرى يعني اليومين اللي فاتوا، كان تقريبا في الانسحاب الشهير بتاع نبيل محمود، وكان وقتها وزير الشباب والرياضه عبد المنعم عماره اللي طلع بوضوح قال اللوائح كانت بتقول ان الزمالك ينزل درجه رابعه، وفي عهدي دي تبقى كارثه. طب نعمل ايه؟ حل مجلس إدارة نادي الزمالك شوية، وجالي تليفون من الجنزوري، حل كمان مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، حل اللي يقابلك، المهم الزمالك يبقى في الدوري. طبعا كل التوفيق أو كل الأمنيات الطيبة لجماهير أهلي جدة. لما يكون فريق كبير يا جماعة ويهبط درجة تانية بيكون الأمر صعب جدا، حتى تعبيرات المعلق وهي فكرة مات أهلي جدة وداعا يا كبير، مع كلمة مات أهلي جدة بالتأكيد ممكن يرجع خلال سنة بالكتير او سنتين بكتير لتاني للدوري السعودي، ولكن هو درس للرياضة المصرية. وده مش معناه ان الدوري السعودي هو احسن حالة او ان العدالة فيه مطلقة، لا، في حدود ايضا للعدالة، وفي كمان تدخلات وفي انتقالات ما بتحدث. لكن في كل الاحوال وفي اسوأ الاحوال يعني افضل بكتير من حالة الدوري المصري اللي عندنا. نروح بقى للدوري المصري عندنا، ومن اهلي جدة اللي هبط للدرجة التانية للاهلي المصري، يعني بداية اسم النادي الاهلي وكل الاندية اللي في دول الخليج سميت اهلي نسبة للنادي الاهلي المصري العظيم. طبعا كان خبر مهم جدا عودة السداسي من الاصابة، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم، علي معلول اصبح جاهز، حمدي فتحي جاهز، كل دي مؤشرات بتقول ان انت تقدر تدخل مباراة سموحة بشكل افضل بكتير من المباراة الماضية. وان كان في برضو بعض اللاعبين الدفع بيهم بدرجة كبيرة او اساسي من اول المباراة، ممكن يكون برضو كابتن سامي قمصان حطه في الحسبان ان مش عايز يرهقه او تعود الاصابة بشكل مجدد. كمان كان في راحة لعمرو السولية امبارح من تدريب الامس، النهاردة يكون في تدريبات الساعة 5، هيدخلوا معسكر ان شاء الله عشان مباراة سموحة، وباذن الله نقدر نحقق الفوز في انتظار الاعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد. مش هتكلم عن اسم المدير الفني وان كان الكل تداوله نسبة للاخبار اللي جت في الصحف في البرتغالية، ولكن طالما الامر لم يعلن بشكل رسمي من الاهلي هكتفي باننا لا هنفي ولا هأكد الخبر اللي موجود، لكن اكيد هيكون عندي تعقيب مهم جدا بعد الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي. امبارح علي زين وصل لمطار القاهرة، ما وجدش حد في استقباله، فكتب تويتة فيها يعني غضب ان ازاي ما حدش استقبلني، برغم ان الاتحاد كرة اليد نسق مع وزارة الشباب والرياضة. وكمان كتب تويتة فيها صورة مكسورة لفريق برشلونة اللي هو الفريق اللي كان اللي هو معاه وخد معاه دوري ابطال اوروبا في كرة اليد، وعلى توقعات وكده، وقال شكرا لشركة مصر للطيران لان البرواز فيه كسر وحاجة زي كده. واضح ان هو كان في حالة غضب، ولكن وكيل اللاعب
اتكلم امبارح وقال ان الوزير تواصل مع اللاعب، واتكلم بوضوح ان الوزير قال للاسف ما كانش في تنسيق ما بين اتحاد كرة اليد والوزارة. انا مش عارف الاتحادات دي ما بتنسقش مع الوزارة ليه، ايه المشكلة؟ ولا هي بتنسق بس الوزارة عندها مشكلة في التنسيق مع الاتحادات؟ انا اقول لك السبب الحقيقي باختصار شديد جدا، هو السبب الحقيقي ان ما حدش استقبل اصلا محمد صلاح. ومحمد صلاح يعني راجل عامل موسم اسطوري في الدوري الانجليزي، واصل نهائي دوري ابطال اوروبا ومحدش استقبله، فتم تكريمه داخل ارض الملعب. وبالتالي ده اللي حاولوا يعملوه مع علي زين، ان قبل ما تروح او تسافر الجزائر طيارتك الساعه 2، يعني هتعدي بس كده على الوزاره نحاول ننسق ونعمل تكريم وانت رايح في طريقك للمطار. وده بينفي فكره ان الوزير مهتم فقط لا غير بنادي الزمالك، لا هو مهتم بالتاكيد بنادي الزمالك، لكن عنده مشكله في التنسيق مع اتحادات سواء كره القدم او كره اليد مع النجوم اللي بيرفعوا اسم مصر عاليا. يعني علي زين كان لابس علم مصر طول وقت مراسم التتويج، وده بالتاكيد يعني بيصب لصالح الرياضه المصريه ولصالح كره اليد بالتحديد، لان علي زين احد لاعبي منتخب مصر لكره اليد، ومنتخب مصر لكره اليد من المنتخبات العظيمه وتاريخها معروف على مستوى العالم ومن افضل 8 منتخبات على مستوى العالم. فكان لابد من وجهه نظري ان يتم استقبال علي زين بشكل مناسب، او انك ما تنسقش كاتحاد يد وتسال علي زين انت جاي امتى عشان تعرف ميعاد طيارته، فاللاعب يظن ان انت هتستقبله فينزل يتصدم ان مفيش اي استقبال. ولكن ما حصلش استقبال مع صلاح، ما حصلش استقبال مع علي زين، تم مرادات صلاح الى حد ما، واكيد هيتم مرادات علي زين. وفي النهايه العنوان الرئيسي مفيش تنسيق بين الاتحادات ووزارة الشباب والرياضة. نرجو سيادة الوزير يكون في حرص من الوزارة على التنسيق مع الاتحادات، او لفت نظر الاتحادات دي ومحاولة ايجاد حل ان الناس تتحلى بالمسؤولية اكتر من كده. دي كانت نقطة مهمة جدا بالنسبة لي. وللامانة وده كمان كان رأي ميدو ان ما تمش تكريم محمد صلاح مش هيتم تكريم علي زين، لكن ميدو قال بعض الاراء في الفترة الأخيرة بنتفق معاه، لكن في رأي امبارح قاله أنا مختلف تماما معاه، وأنا فقرة كده عن فكرة التعامل بعنصرية مع شيكابالا، وإن النادي الأهلي كان المفترض يدافع عن شيكابالا، وكان معاه طبعا أستاذ شريف عبد القادر وأعتقد صحفي آخر زملكاوي اسمه ماهر غريب، إن لازم يتم إصدار بيان من النادي الأهلي بعد الأفعال العنصرية اللي بتمارس من جماهير النادي الأهلي ضد شيكابالا. لا، هنا لازم نقف. لازم نقف ليه؟ لان ده كلام غير صحيح على الاطلاق. مفيش اي عنصريه من جماهير النادي الاهلي تجاه شيكابالا. ليه؟ الامر بسيط جدا. انا مش هقول لك ان كان بيتسو موسيماني المدير الفني جنوب افريقي واسمر في الفتره الاخيره، لا، ده انا هقول لك من البدايه اصلا، من 2007 و2008 في لعيبه كتير جدا ارتدت تيشيرت نادي الزمالك بشرتها سمراء اللون. ما شفناش اي موقف مع من جماهير النادي الاهلي مع لعيبه زي دول. وانا هذكر على سبيل المثال المحترم الخلوق محمد عبد الشافي باك ليفت نادي الزمالك، اللي بيحظى بمحبه كبيره جدا عند شريحه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي، وبلاش كلمه محبه عشان ما اكونش هبالغ، على الاقل احترام لمحمد عبد الشافي، احترام بوضوح لمحمد عبد الشافي مع انه اسمر البشره. انا بشوف ان ميدو خانوا التوفيق، راح مع سكه الشكوى والشعور بالظلم من قبل شيكابالا ان الامر عنصري. لا، الامر مش عنصري، الامر هو خروج عن النص، لان شيكابالا اعتاد الخروج عن النص من صغره مع نادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. وطبعا رفعت الحذاء الشهيره اللي رفعت لجماهير النادي الاهلي دي سببت حاله من زي ما تقول كده ايه، مش عايز اقول عدائيه، حاله ترصد اللاعب والجماهير والجماهير واللاعب، بدليل ان اوقات كتيره جدا بيكون الاهلي مش طرف في الموضوع وبعيد خالص الموضوع عن شيكابالا، وشيكابالا مع نادي الزمالك لما بيحقق انتصار على اي نادي فيروح يبدا يعمل كده ويعمل كده ويبدا يسمع شتيمه جماهير النادي الاهلي. وهنا انا بلوم دائما وابدا على اللاعب، اللاعب هو المسؤول عن تصرفاته، لان الجماهير انا مش هقدر يعني اعلم كل الجماهير دي، هقدر اوعيها وانا ضد ده، ولكن مش هقدر اعاقب كل الجماهير دي وانا عندي لاعب ممكن يمنع ده، زي ما متعب منع ده. متعب كان بيتحط له لافتات مسيئه ولافتات بتتعرض لعرض بيته
بشكل سيء جدا كان الرد في الملعب بانه بيسجل في مرمى الزمالك لغايه لما الامر انتهى، لا طلع شتم ولا سب ولا راح لجماهير نادي الزمالك يتعامل معها بشكل يرفع لها حذاء او يتعامل مع جماهير النادي الاهلي بشكل يسيء لجماهير نادي الزمالك او نادي الزمالك. فنتمنى اننا نحط الموقف في اطار الطبيعي. الحاله اللي ما بين جماهير النادي الاهلي ولاعب شيكابالا بالتاكيد حاله لا ترضي اي روح رياضيه، يعني اي حد رياضي انا مش حابب الاساءه، واي حد في مكان في مكاني مش هيحب الإساءة مش هيرضى عن الحالة دي. لكن لما اجي ابحث اسباب الحالة دي لازم ابعد عن العنصرية تماما، مفيش عنصرية اطلاقا، في خروج عن النص من هنا وفي خروج عن النص من هنا. مين الفعل مين رد الفعل؟ انا اقدر اكلم مين؟ اقدر اكلم الشخص المسؤول الناضج اللاعب. خلي امورك مختلفة، خلي ردود افعالك مختلفة، ربما تجد الامور مختلفة من جماهير النادي الاهلي. ولكن حتى لو لم تجد، واتمنى ده يتوقف من الطرفين، ولكن الموضوع بعيد تماما عن العنصرية، هو خروج عن النص ومحاولة استفزاز للجماهير او محاولة استفزاز من الجماهير للاعب. وانا بالنسبة لي شيكابالا لاعب كبير جدا، كان ممكن يقدم افضل من ده بكتير جدا في تاريخه لو كان ركز في كرة القدم او كان وجد البيئة المناسبة اللي تساعده على التركيز فقط لا غير في كرة القدم، وللأسف ده ما حصلش. فبالنسبة لي كان موضوع شيكابالا من المواضيع الهامة اللي كان لازم أتكلم فيها ووضح أن الأمر ملوش إطلاقا علاقة بالعنصرية. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة سموحة النهاردة. نادي الزمالك هيلاعب نادي سيراميكا، وأعتقد هتكون دي ربما المباراة الأخيرة لأشرف بن شرقي. أنا مش بتاع فكرة أفكركم بحصريات وإن أنا قلت وكل الناس بتطلع طول بعد ما الموضوع بيحصل، أنا أول واحد قلت، أنا مش بتاع الكلام ده، أنا راجل أنا ما وراء الخبر، يعني بحلل الخبر بشكل أو بآخر. ولكن الصورة كانت واضحة إن في لعيبة في نادي الزمالك مش هتكمل بعد 30/6، خاصة لما يجي لها عقود في دول عربية، وإن نادي الزمالك لما أعلن عدم التجديد لسيف الجزيري أو طارق حامد أو بن شرقي أو أبو جبل أو عمر السعيد على ما أعتقد كان في لاعب خامس، كان الأمر واصل لمرحلة إن باب المفاوضات بقى صعب جدا، وبالتالي كان قلت لكم أبو جبل رايح النصر أو هيعيروه للطائي وكان واخد مقدم تعاقد، طارق حامد وقلت إن محمد شبان أول واحد يتكلم وأنا قلت عنه في اتحاد جدة السعودي، بن شرقي طالع الإمارات برغم إن رئيس نادي الزمالك طلع بفيديو قال إن هو قال هيلعب يا في تركيا يا في قطر، الأنباء بتقول الإمارات، ولكن أيا كان بن شرقي رايح فين، بن شرقي أبلغهم وكان أبلغ فيريرا من شهر ونص إن هو مش هيكمل الموسم مع نادي الزمالك. وطبعا طارق حامد العلاقة متوترة جدا هو وأبو جبل، وسيف الجزيرة اكيد بيشوف عقد في الخليج، واصلا المدير الفني لنادي الزمالك البروف مش مقتنع بسيف الجزيري اقتناع تام. طب الحالة دي اللي يحصل، الحالة دي لازم نبدأ نطرح فكرة الغاء الدوري. ليه الغاء الدوري؟ لان لو اللعيبة دي سابتني وراحت لدوريات خليجية انا مش هقدر اعوض غيابهم، فبالتالي انا عندي 15 مباراة او 14 مباراة هلعبهم او 4 ونقول 7 11 مباراة 12 مباراة لسه هلعبهم على انتهاء الدوري. ممكن في خلال ال 11 مباراة دول افقد الاربع لاعبين او الخمس لاعبين دول اللي شايلين الفريق. فالحل ايه؟ لا يا جماعة، اللعيبة دي مرهقة، اللعيبة مضغوطة، لازم نلغي الدوري. فبالتالي كان كلام سيء كابتن سعد عبد الحفيظ واضح جدا، انت ازاي كنت بتطالب بالكاس القديم اللي كانت لغى وانه لازم يتلعب وفي الوقت ده بتطالب بالغاء الدوري. طبعا حصل من حالة من الهجوم على كابتن سيد عبد الحفيظ، والناس خدوا مصطلح فكر فاسد على انه اساءة للشخص اللي قال الرأي، لكن الحقيقة هو كابتن سيد عبد الحفيظ حتى لو اختلفت على مصطلح فكر فاسد ولكن في النهاية هو كلام منطقي جدا، وكلام منطقي ايضا ان انت تنهي الموسم مع مسابقة كاس مصر قبل ما تفتح باب القيد، عشان ما تفتحش باب القيد يكون واضح جدا ان انت حابب تنقذ نادي الزمالك في مسابقة كأس مصر. وده في النهاية بيقول او بيضيء اشارات لاتحاد كرة القدم، ولكن اتحاد كرة القدم في النهاية بالتأكيد هيشوف ايه الحل الامثل لازمة نادي الزمالك وهيحاول يحلها. راح بن شرقي او كمل، في النهاية احنا يهمنا بشكل واضح جدا ان يكون في احترام للوائح والقوانين. نشوفكم على خير، والاهلي دايما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.